سيداتي آنساتي سادتي، جمعت لكم في هذا البرنامج ذكريات وتعليقات مجموعة كبيرة من الشخصيات استضفتهم على مدى حوالي 5 سنوات. تحدثوا إلي وفتحوا لي قلوبهم وعقولهم، وصرحوا بآرائهم وباحوا بأسرارهم في شهاداتهم، وأنا بعتبرهم جميعا آخر شهود العصر. بعضهم رحل عن دنيانا بعد التسجيل، والبعض الآخر ما زال بيننا، لكنهم جميعا شاركوا في صنع الأحداث التي مرت على مصر خلال النصف الثاني من القرن العشرين الذي ودعناه فعلا. يتحدثون عما جرى في هذه السنوات بمراحلها المختلفة، ابتداء من نهاية الحرب العالمية الثانية، ثم حرب فلسطين، وقيام ثورة يوليو 52، وما تلاها من أحداث مثل خلع الملك فاروق عن العرش، إعلان الجمهورية، ثم العدوان الثلاثي سنة 56، فهزيمة يونيو سنة 1967، ووصولا إلى عبورنا العظيم في أكتوبر سنة 1973. وستجدون أن بعضهم كان مؤيدا ما حدث، وبعضهم كان معارضا، كل من وجهة نظره الشخصية، فهم من رجال الثورة أو من الاتجاهات الأخرى المختلفة. وأنا آمل كما تأملون جميعا وهم يروون لنا التاريخ أن تكون أقوالهم أقوال حق ولا شيء غير الحق. فهذه في البداية والنهاية أمانة في أعناقهم أمام الله عز وجل وأمام الشعب وأمامكم، وأرجو أن تجدوا الإجابة على تساؤلاتكم المختلفة من خلال الحوارات الكثيرة التي دارت بيني وبين ضيوفي. ويقول اللواء محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر: إذا كان الزمن لا يتوقف والشعوب لا تنتهي والمستقبل لا يعود إلى الوراء، وإذا كان الشعب المصري قد حرر بلاده، فإنه لا أمل في أن يسترد كل ما فقده، ولا أمل في أن يتقدم سوى بالديمقراطية. ثورة يوليو نقطة تحول خطيرة في مسيرة الأحداث والناس في مصر بل وفي العالم العربي. ويقول مفكرنا الكبير أستاذنا توفيق الحكيم في كتاب عودة الوعي، وتسمحوا لي أقتبس بعضا من سطوره: الزعم بأن نقد ثورة 52 ردة تهدد مكاسب الشعب وتعود بنا إلى الوراء خطأ كبير، وكان لابد إذن من فتح ملفات الثورة بأكملها ورؤية الحقائق إذا أردنا لمصر أن تنهض على قدميها وتسير بنفسها في طريق التقدم. أتمنى من صميم قلبي وعقلي أن يكون اجتهادي هذا دافعا لاجتهادات أخرى صادقة من أجل معرفة الحقيقة المجردة وتسجيلا لتاريخ المعاصر لمصرنا الحبيبة. سيداتي آنساتي سادتي، كل ما جاء على لسان السادة والسيدات المشاركين في التسجيلات هو كلامهم حرفيا، نعرضه بلا تدخل من جانبنا، وهو يمثل رأيهم الشخصي وليس رأيي أنا شخصيا. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. صدق الله العظيم.
the 24th, the Rhine crossing. Montgomery's last showpiece battle. Hitler no longer made public appearances. More and more, he withdrew to his underground headquarters beneath the Imperial Chancellery. On the 75th anniversary of Lenin's birth, the 16th of April, 1945, the massed artillery opened fire. وانتهت الحرب العالمية الثانية رسميا في سنة 1945 بانتصار الحلفاء على دول المحور واستسلام يعني صلاح سالم و واحد اسمه كمان فؤاد، وقالوا ان احنا قررنا نقوم بالثورة. الله، كانت مفاجأة بالنسبة لي، لأن كنت معتقد إن أنا الرئيس بالنسبة لهم، وإن كل ما قال في تفكيري طبعا انتقلت العملية خلاص. طيب ومين قالوا فلان وفلان وفلان هناك واتفقنا وخلاص، بس الميعاد لسه إيه لم يتحدد. قعدت ناقشتهم فيها، الحاجة الفلانية عملت الحاجة الفلانية تالتة، وبينتم والإنجليز وراكم وإلى آخره من هذه العوامل. قالوا إحنا عملنا ترتيب، قلت لهم خلاص على بركة الله. أعلنوا أختاروني إنها آمن باتفاق بالتليفون، اختاروني بالتليفون انها قامت، يعني مش قالوا لي احنا هنقوم الساعه كذا، لا، ده قامت الثوره واختارونا قامت. ودي لي اسباب يستحسن برضو انك تكون على ايه، على يعني علم بها. ارجوك. صباط الاحرار اللي انت قلت عليه، قلت لك انا علاقه لا علاقه اطلاقا وما ينبغي لي، واخد بالك، اجتمعوا مع بعض وقرروا ان يتخلصوا من محمد رشاد مهنا بكل طريقه. اسباب ما تسالنيش، اسالهم هم الاسباب، انا ما اعرفش ان هم قرروا هذا. وبناء عليه ارسلوا جمال سالم الى العريش ليقوم بالثوره في العريش عند اختار جمال سالم بذلك. فأراد الله ولا أراد لما أراد أن لم يتمكنوا من الاتصال بجمال سالم إطلاقا، فاضطروا مضطرين أن يتصلوا محمد رشاد مهنا ليقوم بالثورة. شوف كيف سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. فأسقط في أيديهم. أنا خالي الذهن جدا، لأن صلتي بهم لا زالت في قلبي ولا زالت في ذهني كما كانت، ولم أتصور أنهم بيعملوا للخلاص. الأسلحة الفاسدة ده اسم على غير مسمى، اسم على غير مسمى. اللي حصل أن في جهاز يعني مدفع انفجر، ده صح. ليه؟ لأن هم كانوا يجيبوا بعض أسلحة من مخلفات الجيوش، لأن الجيش والحرب خلصت سنة 45، فصحراء مليانة مخلفات، مدافع وبنادق وإلى آخره وذخيرة وبتاع، فراحوا جابوا حاجة منها فبيجربوها انفجرت، حتى موت الضابط الله يرحمه وبتاع وانتهينا منها. فقالوا، لأن كان في دعاية كبيرة جدا ضد السرايا ومن يحولها حولها للملك وللحاج، فقالوا لا، أسلحة فاسدة وبتاع، وبيجيبوا ويشتروا وبياخدوا فلوس وبتاع وحاجة زي كده. إنما الحقيقة أنا عن نفسي أقول لك، أنا شهادة أمام الله، إن أنا مطلع أسلحة جديدة بالشحن من القلعة ومسلمها لهم، جاية من إنجلترا. فما كانش السلاح ديت موالاة في الكلام وملهاش أصلا. لما قامت الثورة 23 24 25 جاني أكثر من تلغراف لاسلكي، رسالة لاسلكية، احضر حالا القاهرة. فنزلت إلى القاهرة فصدمت جدا،
وابتديت أقرأ الواقع. يعني كان هذا وصولي إلى القاهرة ابتداء الرواية. اللي قابلني ضباط المدفعية فقط، لا حرج في ذلك. لما ذهبت للرئاسة لم يقابلني مخلوق ولم يسلم علي مخلوق إطلاقا، وهم مجتمعين في الداخل ومجتمعين في الخارج إطلاقا، حتى مجرد السلام أو الحمد لله على السلام. أمال كان بيستدعى حياتك ليه؟ هذا سؤال يجاب عليه بالآتي بالآتي. في يوم من الأيام وهم مجتمعين دخلت عليهم، مجتمعين لوحدهم، سلام عليكم وعليكم السلام. فبادرني جمال عبد الناصر وهو على رأسهم، قال لي أنت جاي تنقض على الثورة؟ أنا بهت، لأن معلوم الثورة عندهم فتة يلحقها أي مخلوق. الله، هو هذا معنى الثورة؟ أنت قلت انقض عليها يعني إيه؟ قال لي مش كده بس، ومن قال لك تعالى؟ قلت له من قال لي؟ مين اللي هيقول لي؟ مين اللي هيقول لي تعالى؟ قال لي احنا، قلت له مش انا ولا حد فيكم يقدر يقول لي تعالى. بعد شويه اتجدل فهموا انه هو انا اجي واروح زي ما انا عاوز، افهمته ان انا جيت بعد طلبكم 3 مرات. ومع كل انا حسب العريش زي ما كنت، سلام عليكم. الضياط قالوا لا ما تطلعش، قلت له ما راح اطلعش ليه؟ انا حسب العريش على شرط ان صلاح سالم ما يجيش، واذا كنت عاوزين حاجه تقولي او تكلمين او اسيب لكم الجيش ومشي، مش عاوز حاجه، مش عاوز حاجه اطلاقا. قالوا لا، ووقع صلاح سالم مغشيا عليه، فانشغلت بناء ده اكله رجليه وايديه وتطور الاسيده الى انفاق، وانتهت هذه القصه. ويليها قصص اخر، وانتهينا على كده. تعرف انا بقول لك يعني انا جيت فقرأت من أول وصول القاهرة هذه القطيعة. في الصباح ذهبت تون إلى رئاسة الوصي على عرش مصر في سنة 52. ماذا يذكر عن هذه الفترة، عن فترة تكوين مجلس للوصاية عن العرش، وليه اختاروا حضرتك بالذات، وقد كنت من كلامك مش من مؤيديهم أو اللي هم يعني ميالين إليهم؟ لا، أنا لا، يظهر أنا أخطأت بالتعبير. لا، أنا مش ميال إليهم أو ضدهم، لا لا لا، أنا لست معهم. خد بالك، يفرق بين الاثنين، لست معهم. إنما أنا ما كانش عندي الروح العدائية إطلاقا، ما كانش عندي الروح العدائية إطلاقا، وإلا كانت حرب أهلية، وهذا اللي تفاديته. لأن أي واحد يعرف الجيش لو كنت أنا صرت كان لها موقع تاني، إنما أنا الحمد لله ربنا وهبني العقل، فكرت علشان فلان يتولى أو فلان يتولى تزهق أرواح بالعشرات بالألوف وتكسر مؤسسات وكسر مؤسسات، فقلت لا يمكن، فلان تولى خلاص فلان تولى، وقلتها شفاهة وصراحة في سلاح المدفعية وهو سائر، قلت إذا قام بهذه الثورة أنباشا فنحن وراءه، لا دخل لفلان ولا ليست اسماء تسبب الحاجة، انما هي افعال واحنا وراه. فهنا انا مش مضاد، خد بال سيادتك، مش مضاد ولا لا ابدا. دي كانت فكره، وفكره الثوره عشان اديك فكره، اللي هم بيظنوها هم اللي فعلوه، انما الثوره عندنا احنا كان لنا جانب اخر، وهو ان يقوم الشعب بالثوره ويحميه الجيش. يعني اللي كان عندي انا أن يقوم الشعب بالثورة ويحميه الجيش، ده كان معنى الثورة. وذلك فوجئت لما رحنا نقوم بالثورة زي ما قلت لك في العريش، لأن ده مش وقته، لأن الثورة احنا ما نقومش بثورة، احنا ما نقومش بثورة، لأن أي واحد يقرأ التاريخ أو أي واحد يقرأ دائما عليها لا لها، عليها لا لها لا يمكن، وهو اللي ما حصل يعني. طب نتكلم على مجلس الوصاية فعلا. مجلس الوصاية أقول لك ملخص كلام صلاح سالم كتبه في الجريدة في المجلة، قال إحنا ورشاد مهنا في الجيش لا يمكن، لابد من القضاء على أحد، ده كلام
ولذلك احنا حبينا نخلص منه ونديله اعلى المناصب، حتى ان معاونوه او حاجه اذا تكلموا نقول لهم لا احنا ايه ادينا اعلى المناصب. فكانت عمليه الوصاية عمليه خلاص منه وليست وديعه بين يديه، خد بال سيادتك، خلاص منه يعني الاختيار مرغمين عليه ان لا يروح فين يروح الوصايه، وزي ما يفهموا ان الوصايه يعني لا علاقه له بكذا وكذا 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 وكذا، مش عضو مثلا في الساره ولا حاجه ابدا، مش ممكن. فكنت انت ومين؟ كل الوصايا احنا كنا ثلاثه، الامير محمد عبد المنعم وبهي الدين بركات باشا وانا. وحضرتك كنت لسه رجل عسكري؟ رجل عسكري. طب كنتوا بتعملوا ايه يا فندم؟ انا فكره رجل عسكري، اول واحد طلعوا الجيش، ثاني يوم في الجيش انا. ثاني يوم في الثوره؟ على طول. ايام ما كنتش ايامها رجل عسكري. خلاص. طب كنتوا بتعملوا ايه يا فندم في مجلس الوصايا؟ يعني كواصي على العرش ماذا الملك كنت عمليه الملك، عمليه رئاسه الدوله، مفيش حاجه ابدا. هل لكم يعني المراسيم وما اليها وما اليها اللي خاصه بسرايا التصديق والخلاف، مفيش حاجه. شكليات يعني. شكليات. انما انا كنت بعتبر غير هذا. لأن أنا كنت بعتبر نفسي مندوب من الثورة، يعني يحكم، شوف يملك ولا يحكم. قلت لهم لا، مش عندنا، أنا لست معه أبدا، نحكم نملك ونحكم، لأن الوقت والجو غير كده. هل كانت النية مبيتة لإعلان الجمهورية يا فندم؟ النية كانت مبيتة على إعلان الجمهورية عند المناسبة، عند ما تستكمل مصر شكلا وتكون الموضوع الحاجة. يعني تاخد لها سنه اثنين ثلاثه وهو تحت الوصايه، وبعدين نكون اهلنا الشعب وتاهل الكل، وبعدين تعلن الايه؟ الجمهوريه. ولكن اللي حصل غير كده. ازاي يا فندم عينت وزيرا للمواصلات؟ شرط الوصايه ان يكون اميرا او وزيرا. فلأكون وصي لابد ان اكون وزير ثم نقل. فعينت وزيرا للمواصلات، وبناء عليه اصبحت ممكن اتعين في الايه؟ في الوصايا. وقد كان. بعد عليك وصي على عرش مصر. اهم قرار اوصيت عليه اللي هو الاصلاح الزراعي، والاصلاح الزراعي له قصه. لم يكن اصلاح زراعي، لانه كان نبت شيوعي. نبت شيوعي، بذرة شيوعية وضعها أحد إخواننا الشيوعيين ولا داعي لذكر الأسماء، تبناها جمال سالم. وجمال سالم كان يشك في قواته العقلية، لأنه مسكين كان مصاب بكانسر، سرطان في دماغه، فكان زي ما تقول عاوزين يداوم واحد يسلطوه عليه، لأنه وصل لدرجة. أنا أذكر مرة لأن واحد من الإخوان قال لي مسك جمال عبد الناصر، قال له أبوك وأبوك، ومن هذه الألفاظ التي ليس عليها. خلاص. فالاصلاح الزراعي هم مسمينه، ما كانش الاصلاح الزراعي، كان تحديد الملكيه. فانا وقفت قلت ما فيش تحديد ملكيه. صمموا، قلت لهم لا يمكن، هذا يتنافى مع الاقتصاد ومع الدين ومع كل حاجه. تحديد الملكيه لا، احنا مش شيوعيين. فكان يكلمنا محمد نجيب عليه رحمة الله ويروح ويرجع، ما نقنعه يروح يقنعه إلى آخره، إلى أن قلت لهم لا ما ينفعش، نجمع رجال الثورة واللي مختص من مجلس الوزراء وأنا وياهم ونتناقش ونصل النتيجة. قالت سيداتي أنساتي سادتي بعض صفحات هذه السنوات المصيرية غامضا ومجهولا، وما زلنا لم نعرف كل أسرار الضباط الأحرار. حصل عملية فعل ورد فعل، يعني أنا لما وقفت لهم مرارا في بعض الحاجات حب يعملوها مش عارف أقول إيه، يعني يحزني والله إن يعني أقول ما كان يفعل وما كان يعمل، وكنت باقف قدامه. وبعدين لما يئست من الإصلاح ونصلحهم أعفيت نفسي وقدمت الطلب للأمير عبد المنعم والوهيد،
صرحت تاني يوم الصبح لقيت في إقالة وسمعتها من لندن مش من هنا. وأنا بفتح لندن لقيت أقل أما الدرجات اللي وصل عرش حضرش من أقلوه. انتهينا خلاص وانتهت علاقتي بيه الوصايا والبتاع واعتحت الحراسة. والوصايا استمرت؟ والوصايا استمرت لفترة. حبهم إنهم لما حبهم إنهم يشيلوا من الوصايا واخد بال حضرتك. جمال عبد الناصر عمل لنا طيارة مخصوصة أنا ومحسن وكمال لطفي وروحنا العريش وروحنا رفح وروحنا اسكندرية عشان نمهد الطريق من يعني نمهد الطريق عشان أصل رشاد مهنا راجل طبقي مدفعجي واخد بال حضرتك وكان محبوب جدا من الضباط. تمهدوا الطريق ليه؟ نعم تمهدوا الطريق ليه؟ عشان يخرج رشاد مهنا. وقمتم بذلك فعلا؟ قمنا بذلك فعلا وهذا كان خطأ وهذا كان خطأ كبيرا. محمد نجيب الاثنين اللي انا اخطأت في 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 حقهم كفتح الله رفعت ماليش دعوة بغيري رشاد مهنا ومحمد نجيب. انا سأحكي لك عن محاكمتي انا شخصيا وبهذا يكون الباقي. انا اول واحد حكم الساعة 4:30 صباحا. انا كنت في سجن الأجانب موضوع في سجن الأجانب. إمتى يا فندم؟ في سنة 52. أي فندم؟ مش قلت لك من أول أنا دخلت وأنا وبعدين ندعوني تفضل اتفضلت دخلت. السلام عليكم. وعليكم السلام. لقيت كل بتوع الثورة قاعدين كلهم ما فيش منهم غائب إلا أنور السادات محمد نجيب أما باقيهم كلهم موجودين. مسك زكريا محي الدين هو اللي مسك زي ما تقول سكرتير الجلسه مسك وقال بتاع ومش عارف ايه واتهاماتي انا في ايه الانقلاب في الحكم بالقوه الاصفاظ والسمات القانونيه دي ما مش فاكر انما هي كده يعني سكت. فاتفضل اقعد قعدت هاتوا الشاهد الاول. جابوا الشاهد. انا واخد وفاهم الشاهد الاول يعني بيسالوه عمل ايه شفت ايه طلع ايه بتاع الاخر. لا اول مره في حياتي زكريا محي الدين يقرا يقول له ده صح يقول له لا. فطلع الشاهد الاول شاهد نفش وليس شاهد اثبات. هات الشاهد الثاني. فتكررت العمليه. لا مش كده لا ما مش كده. لا ده مش كده لا مش كده. فخرج شاهد نفي وليس بشاهد إثبات فأسقط في أيديه. هيحكم واحد الشهود بتاعته طلع شهود نفسه. أنا ما حط الورقة كده صغيرة كنت فاهم إن أنا أقدر أكتب يعني ملاحظات عشان أدافع عن نفسي. فانتهت رفعت الجلسة وقعت في قريب. مين كان رئيس الجلسة؟ جمال عبد الناصر. فشوية سمحت موسيقى بقى كلاسيك من أوضة الجلسة وحاجة يعني عظيمة قوي. ده مين كان الهاوي للموسيقى فيهم؟ ما أعرفش. اسأل صلاح سالم وجمال سالم لأن دول في الناحية دي. الله يرحمهم. الله يرحمهم. فقعدت قلت طيب أقول لا إله إلا الله أمري إلى الله. فضلت أسمع موسيقى زي هما بيسمعوا كتر خيره انه ما حشوهاش يعني. وبعدين ايه اتفضل دخلت لقيتهم جايبين واحد شاهد. الشاهد بيقولوا له ايه انت شفت ايه انا كنت عنده وكنت بفطر وياه وفطرت وياه وكان بيتكلم على الدستور. كيف كان بيتكلم على الدستور؟ ايه الكلام عن الدستور؟ اياميها كانت رجال الثورة قالت إن كل حزب أو كل جماعة عاوزة تشترك في السياسة تعمل دستور جديد. فدول عملوا دستور ودول عملوا دستور ودول عملوا دستور وكانوا أنا بصفتي من مجلس الوصاية كنت باخد نسخة. فكانت عندي نسخة من اللي عملها الإخوان المسلمين زي أي واحد. وخلاص انتهت ودي إيه ده الإدانة. وخلاص وانتهينا. وانتهت المحاكمة. وماذا كان الحكم؟
الحكم 25 سنة سجن تخفيفا للإعدام. وحياتك قعدت منهم كام سنة نفذتهم؟ ونفذت يا سيدي، أنا قبض علي مرتين. المرة الأولى خرجت في سنة 56 وفترة الاعتداء تقريبا، بعدين رجعت تاني، وبعدين قبضوا علي تاني سنة 63 وخرجت في 67، لا 65 وخرجت في 67، يعني على أذكر الله أعلم إن أنا قبض عليها تاني 65 وخرجت في 67. يعني حياتك كنت بتخرج مع كل حرب. جمال عبد الناصر الذي أبعد الكل، مش يوسف صديق، مش رشاد مهنا، مش علي، هات لي واحد بقي مع جمال عبد الناصر إذا كنت تعرف. وما زالت سيداتي أنساتي سادتي بعض صفحات هذه السنوات المصيرية غامضا. يعني يكفي هذا اللفظ، محاكمات الثورة، يعني محاكمات لا محاكمات، بل هي عبارة عن أوامر تلقى وألفاظ تقال. في هذه الفترة أنا كنت داخل السجن، ولكن سمعت من محطات الخارجة، وسمعت من الناس كإشاعات، وسمعت من الناس بتاعت، وبعض الصحف الأجنبية كتبت على ما تقول عليه أنت الآن من مخلفات ومن حلي ومن خارج أكثر، ده مكتوب عليه وراء، وضبط بعضها في الخارج وإلى آخره يعني. وحبينا ننتخب رئاسة النادي، فعرضوا جملة أسماء، وقلت لهم لا، لأن في أسباب كثيرة كذا وكذا وكذا، لا داعي لذكرها الآن. واستحسن جدا أن يكون اللواء محمد نجيب، لأنه لواء والمطلوب لواء، ويستخدم رئيس مجلس النادي. فأدي أول فترة، وفعلا أفلحنا في هذا، وتولى رئاسة النادي في الانتخابات. أدي انتهى الواحد. أما استدعاء لقيادة الثورة دي ماليش دعوة بها، لأن الثورة قامت في القاهرة وأنا في العريش. كيف استدعوه؟ ليه استدعوه؟ بفكرة إيه استدعوه؟ هم قالوها في كتابهم، ده موضوع لا يخصني أمن الوطن.